فالعبد إذا اتقى الله عز وجل يرزقه من حيث لا يحتسب، لا تظن أن الرزق هو مال فحسب، قد يرزقك الله إذا اتقيت الله زوجة صالحة، هذا خير متاع الدنيا، قد يرزقك الله ولدا صالحا، قد يرزقك الله عز وجل عمل صالح يحببه إليك، قد تحب القرآن وتقرأه وتتلوه الحرف بحجر حسنات، مشروع مربح جدا جدا، قد يكرمك الله عز وجل بطمأنينة بقلبك راحة، قد يرزقك الله عز وجل سترا، أنت تتقي الله يرزقك الله لا يحتسب فيرزقك الله سترا، يستر بناتك، يستر عرضك، يستر سمعتك، يرزقك الله أمنا وأمانا في بلدك. كم من إنسان محروم من هذه النعم وأنت تتمتع بنعم الله عليك.